السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة. إذن الأسبوع الرابع عندنا الموضوع التغذية والصحة، التغذية والصحة، أهداف وحددوا الاحتياجات الغذائية والطاقية لكل من المرأة الحامل والمرضع. إذن شنو كتحتاج المرأة من في الغذاء ديالها والطاقة سواء الحامل أو لا المرضع؟ ورضيعها والطفل، الطفل شنو كيحتاج، الرضيع شنو كيحتاج، ملي كيولي طفل شنو كيحتاج، المراهق شنو كيحتاج، والكبير شنو كيحتاج، والكبير في السن شنو كيحتاج. اتساءل، لاحظت سلوى ان امها صارت، شفت ان امها صارت كتهتم اكثر بتغذيتها منذ ان ظهرت عليها اعراض الحمل، وهي ولات كتهتم بالتغذيه ديالها، كتاكل شي حاجه اللي ما كانتش كتاكلها من قبل، كتزيد تاكل شي حاجه اكثر. فتساءلت عن الاحتياجات الغذائية حسب البيئات والحالات. أسجل سؤالي التقصي وفرضياتي على دفتري التقصي، أقترح ما سأقوم به لاختيار فرضياتي لاختبار فرضياتي وأدون ذلك في شكل نص أو رسوم على دفتر. إذا التساؤل اللي نقدروا نطرحوه شنو هو مثلا؟ قولوا أتساءل، نقولوا ما هي ما هي الاحتياجات الطاقية الغذائية، الاحتياجات الطاقية الغذائية لكل من المرأة الحامل والمرضع والرضيع والطفل والمراهق والكبير والمسن. إذن ما هي الاحتياجات الطاقية الغذائية لكل من المرأة الحامل والمرضع والرضيع والطفل والمراهق والكبير والسن؟ إذن افتراض، شنو كنفتح؟ غنقول هنا تختلف الاحتياجات الطاقية الغذائية لكل فرد من الأفراد. تختلف الاحتياجات الطاقية الغذائية لكل فرد من الأفراد، يعني لكل شخص من هاد الأشخاص اللي ذكرناهم كاملين، سواء الطاقة المرأة المرضع أو المرأة الحامل، المرأة المرضع والطفل والمراهق والكبير والمسن. إذا هذا هو التساؤل وهذا هو الفرضية، الافتراض اللي درنا. إذا نقولوا اختبار فرضيتي، النشاط الأول أتعرف الاحتياجات الغذائية والطاقية اليومية للمرأة الحامل والمرضع. المرأة الحامل والمرضع نشوفهم شنو كتحتاج كل وحدة فيهم. تختلف الاحتياجات اليومية من الأغذية الطاقية والطاقة من شخص لآخر حسب عمره وجنسه ونشاطه البدني. أين الاحتياجات اليومية من الأغذية والطاقة كتختلف من شخص حسب العمر وحسب الجنس، ذكر أنثى، والنشاط اللي كيقوم به. واحد غير جالس ماشي بحال واحد كيقوم واحد النشاط بدني ولا كيخدم شي خدمة صعيبة أو لا كيقوم بواحد الرياضة. أتعرف الاحتياجات الغذائية عند المرأة الحامل والمرضع بالاطلاع على معطيات الجدول التالي. نتعرف على الاحتياجات الغذائية عند المرأة الحامل وعند المرأة المرضع. واش هذه بحال هذه؟ واش هذيك تحتاج بحال هذه ولا لا؟ الاحتياجات اليومية للمرأة الحامل، الاحتياجات اليومية للمرأة المرضع. هنا من الأغذية عندنا البروتينات، عندنا اللحوم والأسماك والبيض والحليب والمشتقات ديالو، السكريات عندنا الخبز والأرز والعجائن والقطاني، الدهون عندنا الزيت والزبدة والمكسرات، الخضر والفواكه، ثم الماء اللي فيه الأملاح المعدنية. فمن الطاقة شحال من كيلو كالوري، شحال من كيلو كالوري، ولكن نقولوا توفر المواد الغذائية باش نتعرفوا نزيدوا أكثر التي تتناولها الطاقة التي نتناولها نحن مثلا نحن على الطاقة التالية شنية، وتحسب هذه الطاقة بالكيلو سعرات حرارية، كيلو كالوري، كيلو كالوري يعني السعرات الحرارية التي يرمز لها ب كيلو هي كالوري، حيث أن واحد غرام، واحد غير واحد غرام من البروتينات
يعني البروتين شنو هو؟ اللحم او السمك او البيض او الحليب او الشعر. يعني 1 غرام طريف صغير خويا، غرام 1 غرام كيعطينا 4 كيلو كالوري. 1 غرام من السكريات كيعطينا 4 كيلو كالوري. 1 غرام من الدهون كيعطينا 9 كيلو كالوري. فأعبئ خانتي الجدول بحساب الحاجات اليومية للطاقة بالسعرات الحرارية عند المرأة الحامل والمرضع، وذلك باعتماد المعطيات أسفله والاستعانة بمحتوى الطاقة البطاقة هذه المرفقة بهذا النشاط. إذن عندنا المعطيات حول معدل الاحتياجات اليومية للطاقة. تحتاج المرأة غير الحامل وغير المرضع، ما حاملة ما كتردع، ما حاملة ما كتردع، شحال كتحتاج مرأة عادية؟ كتحتاج إلى 2100 كيلو كالوري في المجموع ديال الأغذية اللي كتاكل. ويتطلب بناء جسم الجنين، يعني الجنين اللي بغى يتكون الجسم ديالو كيطلب بناء الجسم ديالو الجنين ونموه باش ينمو إلى 350 كيلو كالوري. ويتطلب إنتاج الحليب، باش تنتج الحليب لواحد طفل رضيع خصك 500 كيلو كالوري. إذا نشوفوا المرأة، نشوفوا احتياجات المرأة الحامل. فالحامل هو هذه جنين، عندنا 350 نزيدوا عليها المرأة عادية، المرأة عادية عندنا هي 2100 كيلو كالوري، نزيدوا عليها اللي كيحتاج الجنين اللي كان في كرش الباقي في البطن ديال امه اللي كيحتاج 350 كيلو كالوري، نزيدوا على هذه اذا المراه عاديه مع الجنين. شوفوا هي مراه حامله تعطينا مثلا 0 زائد 0 0 0 زائد 5 5 1 زائد 3 4 جوج زائد لا شيء 2، اذا 2450 كيلو كالوري. اذا تحتاج 2450 كيلو كالوري. نشوفوا المرأة المرضع، المرضع عندنا سيدي هي 2100 كيلو كالوري ديال المرأة عادية، نزيدوها على اللي يحتاج الرضيع هو 500، على 500 كيلو كالوري. تعطينا سيدي 0 زائد 0 0 0 زائد 0 0 1 زائد 5 6 2 زائد لا شيء 2، إذا 2600 كيلو كالوري. إذا 2600 كيلو كالوري. إذا كنشوف أن المرأة المرضع تحتاج أكثر من المرأة الحامل. فهمتها؟ أنا 2600 أنا 2450. إذا أتعرف الأطعمة المفيدة والأطعمة الضارة بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع بقراءة ما يدل. إذا المرأة الحامل المرضع شنو كتحتاج؟ أو بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع كذا. أطعمة غنية بالحديد فمفيدة للمرأة الحامل والمرضع. إذا بالحديد حنا كنعرفوا أكثر هي العدس، كنقولوا حنا العدس بزاف كيكون. واللي كيكون فيه مادة الحديد. إذن الحديد من المعادن الأساسية والضرورية للجسم. خلال فترة الحمل تزداد كتزاد الحاجة للكميات أكبر منه، وذلك لدعم نمو وتطور الجنين حتى هو غيكبر. إذا ما بقاش على المرأة ولا حتى الجنين خصو يكبر، إذا خص الكمية الحديد تكون أكثر. وقد يؤدي النقص في هذه المادة إلى إصابة المرأة الحامل بمرض فقر الدم، وهذو كيعانيو منه بزاف، الذي تكون له انعكاسات سلبية على صحة الجنين. وعلى هذا الأساس ينبغي لها تناول أغذية غنية بمادة الحديد. ومن بين الأغذية الغنية الغنية بالحديد نذكر اللحوم، اللحم، أسماك، ماشي نبقى نشدو على عدس العدس، لا، اللحوم، أسماك، الفاصوليا، العدس، اللفت، الصبانخ، البروكولي، داكوغ. ما ينبغي تجنبه من أطعمة أثناء فترة الحمل والرضاعة. شنو خصنا نتجنبو؟ الكعك والحلويات بعد منهم، والأطعمة المقلية تطفريت المسائل لأنها تزيد من الوزن وما كتساعدش في بناء الطفل. أما الجنين في الوضع وما كتساعدش على إنتاج الحليب بالنسبة للأم المرضع. أما بالنسبة للمشروبات، أما بالنسبة للمشروبات فينبغي تجنب القهوة والشاي والمشروبات الغازية منظمة 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 المحتوية على الكافيين لأنها ضارة بالحمل وبصحة الجنين. صافي، إلى هنا سيدي الفيديو، تمشوا في رعاية الله.